السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مكون الاستجابة المستوى الخامس، منار التربية الإسلامية، عنوان الدرس الجديد هو أخلص في صلاتي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لنبدأ الدرس. نعم، إذن الصفحة التاسعة من الكتاب المدرسي، أخلصوا في صلاتي على بركة الله. إذن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقد أعاد هذه الصلاة ثلاث مرات. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه البخاري في صحيحه. إذن كيف يخلص المسلم في صلاته؟ إذن فهذا الرجل قد أمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاته ثلاث مرات، ففي المرة الثالثة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن غير هذه الصلاة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كيفية الصلاة، طريقة الصلاة الصحيحة. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كما رأينا: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، إلى نهاية الحديث. إذن كيف يخلص المسلم في صلاته؟ نعم، إذن يبتعد عن حديث النفس. أنك عندما تبدأ في الصلاة لا تحدث نفسك، لا تسرح بتفكيرك خارج الصلاة والتفكير في أمور الدنيا، ويركز تفكيره في صلاته. هذه أولا، إذن يبتعد عن حديث النفس والتفكير في أمور الدنيا ويركز تفكيره في صلاته. ينظر إلى موضع سجوده وهو قائم. إذن أثناء الصلاة ننظر إلى موضع السجود، إلى الموضع الذي نضع عليه جباهنا. إذن وينظر إلى حجره وهو جالس، عندما تجلس يعني تنظر إلى حجرك، ولا ينظر إلى السماء عندما يدعو إلى الله. عندما تدعو خلال الصلاة لا ترفع عيناك أو لا ترفع عينيك إلى السماء، وتقلل من الحركة والالتفات أثناء الصلاة. إذن ويستحضر المصلي قربه من الله تعالى أثناء سجوده. إذن يشغل نفسه بصلاته، بالتركيز على صلاته، ولا يشغل نفسه بأمور خارج عن الصلاة. نعم، أجيب: بما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. إذن تذكروا الحديث السابق، بماذا أمره؟ إذن أمره بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يصلي، مجزومة بحذف الياء، لم يصلي، لا نكتب الياء. إذن الثاني: ما الركن الذي أخل به هذا المسيء صلاته؟ إذن صلاته، إذن للصلاة أركان كما أن للصيام أركان، فالصلاة لها مجموعة من الأركان، وهذا المسيء في الصلاة أخل بركن، فما هو هذا الركن؟ إذن الركن الذي أخل به هو الخشوع والطمأنينة. الطمأنينة في الصلاة هي ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. طبيعة الحال سنرى باقي. إذن ما حكم
صلاتي، سنرى باقي الأركان في خلال الدرس. إذا ما حكم صلاة هذا المسيء؟ إذا صلاته باطلة، لماذا؟ لذا أمره صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، لو أنها كانت صحيحة ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدها. إذا رابعا، متى يشرع التيمم للصلاة؟ متى يجوز للمسلم أن يتوضأ، أن يتيمم عوض أن يتوضأ بالماء؟ طبيعي. إذا إذا لم يجد الماء أو كان الماء قليلا، إذا لم يجد الماء وحان وقت الصلاة وقرب أن يدخل يعني وقت الصلاة الموالية ولم يجد الماء فيتيمم، أو كان عنده ماء ولكن هذا الماء قليل يستعملونه للشرب، يشربونه لأمورهم الدنيوية، يعني الماء قليل جدا فلا يمكن أن يستعملوه للتيمم، لا يمكن أن يستعملوه للوضوء عفوا. إذا خاف المسلم على نفسه المرض، إذا كان هذا الماء، إذا توضأ مثلا هذا الرجل وكان به مرض وعند استعماله الماء سيزداد مرضه أو قد يهلكه هذا الماء، فهنا يتيمم أو يموت إذا أن يهلك خاف نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش. إذا قلنا إذا كان لا يملك سوى ذلك الماء فهنا الشرع أجاز له أن يتيمم ولا يستعمل ذلك الماء في الوضوء، بل للشرب وينجي نفسه. نعم، أكمل الجدول في دفتري. بعض فرائض الصلاة وبعض سنن الصلاة. إذا أول فرائض الصلاة النية، النية. إذا بعض، لن نذكر بطبيعة الحال الفرائض كلها ولكن سنقتصر على بعضها. إذا تكبيرة الإحرام، ما هي تكبيرة الإحرام؟ هي التكبيرة الأولى عندما تريد أن تصلي، ترفع كفيك حدو منكبيك وتقول الله أكبر، تلك التكبيرة، وأنت واقف، أنت واقف غير متكئ، أو أنت واقف يعني مستقيم، هذه تسمى تكبيرة الإحرام وهي فرض، إن لم تقم بها فالصلاة باطلة. إذا ما هو أيضا؟ الركوع، لا تجوز الصلاة بدون ركوع. ثم ماذا أيضا؟ السجود طبيعة الحال. وقد رأينا ركنا خلال الدرس وهو ركن الطمأنينة. إذن هناك فرائض أخرى، مثلا فرض الفاتحة، لا تجوز الصلاة إلا بالفاتحة، إذن الفاتحة ضروري ومؤكد لأنها فرض. إذن بعض سنن الصلاة. إذن الإقامة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، هذه إقامة وهي سنة، تجوز الصلاة بدون إقامة، ولكن السنة لا نحط من شأنها نقول هذه مجرد سنة، فالسنن عندما تقوم بها يعني تزداد حسناتك وأنت تعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لك، فلا نستهين بها، ولكن إذا نسيتها فلا بأس. إذن الصورة بعد الفاتحة، إذن عندما نقرأ الفاتحة قلنا فرض، ولكن الصورة التي تكون بعد الفاتحة هي سنة، مثلا سمع الله لمن حمده، هذه سنة. إذن والسنن كثيرة ذكرنا هذه. إذن نمر إلى النشاط رقم 3. أكمل في دفتري بوضع العلامة في الخانة المناسبة. إذن المراء في صلاته، المخلص في صلاته. إذن ماذا نقول؟ السكينة والطمأنينة. إذن هل هو المراء في صلاته أم المخلص في صلاته؟ نضع علامة. إذن هي المخلص في صلاته، يعني يكون ساكنا مطمئنا خلال حضور القلب. يمكن أن نقول أن الطمأنينة والسكينة هي حضور القلب، يعني معنى متقارب. إذن المخلص في صلاته.
القراءة المرتلة التي تحافظ على القواعد وعلى مخارج الحروف وعلى الكلمات والمعاني، يعني بدون استعجال. هذه قراءة مرتلة. إذن سنقول بأنها في المخلص في صلاتي. أداء الصلاة بسرعة كما نفعل جميعا، اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا. يجب أن يعني نستحضر رقابة الله سبحانه وتعالى، وأننا أمام الله سبحانه وتعالى، وأن يعني نطيل الصلاة لأننا أمام ملك الملوك. إذن أداؤها بسرعة، إذن هي من المرائي في صلاتي. الالتفات في الصلاة كذلك في الصلاة هي في للمرائي بطبيعة الحال. إذن هنا ما معنى الغسل وفرائده التي لا يصح إلا بها؟ معنى الغسل هو إفاضة الماء الطاهر على الجسد كاملا بشروط مخصوصة وكيفية مخصوصة وأركان مخصوصة، سنراها في بطبيعة الحال في الدرس المقبل. النية هذه بعض فرائده، فرائد الغسل: النية والمضمضة والاستنشاق، تعميم البدن بالماء هذه فرائد، تدليك جميع البدن وتخليل الشعر أو جميع شعر البدن بالماء والموالاة بين الأعضاء. أذكر بعض الصلوات المسنونة: صلاة العيدين، ركعتي الفجر، تحية المسجد. نعم، قم بنقل هذه الصلوات وهذه الفرائض. نعم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم تقبل.